لو الحكاية فيها إن فيتو تجري على عجري تفرج على السينما. احنا بشتغل علم طبعا, يعني في ناس بتشتغل معاه ماجستيرات ودكتورات وحاجات زي كده. طب هل في حاليا مشاريع علميه لخروج مثلا بمشروع مثلا حضرتك, ايه المشروع مثلا او الدراسه اللي كانت على اولويه تقدمها للرئيس السيسي؟ في النتيجه بتاعي الاكل للناس عشان الناس تاكل. زراعي زراعي وصناعي, هو بتعمل علم طبعا. الناس جعانه والناس تاكل, اهم حاجه ويسكنهم, وتحاول تقلل الناس شويه. الناس زادت قوي خروج من وادي النيل, يعني خروج بره شويه. لا مش خروج, الناس تقل يعني. مصر انا ما كنت في الابتدائي, كانت مصر عددها 15 مليون واحد, كانت 45, النهارده نص 90. يعني عمرنا اللي هي جيل واحد اهو, مصر زادت من 15 مليون 90 مليون. بسم الله كلام ازاي الناس بتاكل ايه يعني؟ طب ازاي الناس تقل من غير ما نخرج بره الوادي؟ ما انت هتبقى الوادي هياكل الرمل, انت ما عندكش ميه, انت مشكله الميه عندك كبيره جدا. طب ازاي الناس تقل منك؟ ها؟ ازاي ممكن الناس نقلل الناس يعني بحسب تقلل الناس؟ سامها الناس تقل. راح الناس يعني نحدد الناس مثلا؟ لازم دي المشكله الرئيسيه في مصر الحقيقه. طب هل يا فندم مصر فيها ابار مياه جوفيه ممكن نعتمد عليها؟ لا, المياه الجوفيه غير متجدده. واللي بتاخده ما بيرجعش. طيب في حتت اللي هي صح تكون مجدده فيها, اللي هي شويه في سينا وشويه في الساحل الشمالي, لان في مطر. يعني سينا بتمطر 60 ملي في الجنوب عند سانت كاترين, و110 ل 115 متر عند 115 ملي عند الشيخ زويد وعند العريش. في شويه مطر بدات تعمل حاجه. الساحل الشمالي نفس الحكايه, في شويه ميه متجدده؟ مش متجدد, المطر المطر مطر. مطر بينزل المطر, فبدأت تقتل اللي بتوع الساحل الشمالي بيزرعوا عليه. التين اللي انت بتاكله ده مزروع هناك, يجي من هناك. سينا نفس الحكايه, بتعمل لك بتاع ده اسمه الحاجات اللي بتيجي هنا من بتاع زي كنتالوب حاجات كده, كنتالوب مش عارف بيجي من سينا على المطر ده كله. طب ايه مصادر المياه تانية يا فندم غير الامطار؟ هل في مصدر مياه تاني ممكن نحصل عليه غير الامطار؟ ما انت بتشتغل على سد النهضة على انك اسيوبيا تجيب لك المياه, يعني تحاول على كل حال. يعني ازاي اسيوبيا تجيب لي المياه؟ نعم, ازاي اسيوبيا تجيب لي المياه؟ ما تديك, ما هو ما انتش معاك. بس قصدي حضرتك يعني بمنع سد النهضة, منع بناء. طبعا يعني لو ما حصلش سد النهضة يبقى المياه هتتقبل عليك حوالي 6-7 سنين ما يجيلكش مياه خالص. حصتنا هتقل ولا مش هيجيلنا ميه؟ نعم, حصتنا هتقل ولا مش هيجيلنا ميه؟ ده هو هيقفل الخزان خالص عشان يملى الخزان, عشان يملاه. فلو ملى الخزان هيقفل الميه عندك خالص. لو قفل الميه تبقى كارثه. صحيح. طب كان في بعض الاقاويل بتقول ان احنا ممكن نستفيد من سد النهضه, او ان مصر تخش فيه شريك. لا ده يعني ده موضوع تاني. تخش شريك يبقى انت هتقول لهم ما تقفلوش, ما تقفلوش الميه لو انت شريك يعني. بس هو ما ينفعش السد ما يتقفلش. ما ينفعش ايه؟ يعني هل ممكن فعلا السد ما يتقفلش؟ طبعا ممكن جدا, لان هو عامله يعني بالتاكيد في سياسه اتعمل بيها السد انها تضر مصر. بالتاكيد يعني. لان انت عم تقول السد انا عامله بالكهرباء, اولا هو مش عايز يزرع بميه لان عنده ميه طول النهار طول الليل. وهو بقى لك انا عشان اولد كهرباء. اللي هو بولد كهرباء هيطلع كذا ميجا وات. الكذا ميجا وات دول مش لازم تملى 72 مليار متر مكعب يبقوا ورا السد. يبقى قدام السد عشان تبقى ال 14 مليار يدوك نفس اللي هو عايزه. طب ليه بدل ما تاخد 72 مليار ما تاخد 14 بدل ما انت عايز الكهرباء؟ فهي معموله بسد عين ده خطا يعني. طب يا فندم احنا برضه لو حاولنا نجدد اسئلتنا شوي, يعني عايزين نعرف هل في جنوب اسوان, كنا نسمع ان جنوب اسوان فيه ارض خالية, في اسوان او في منطقه الوادي الجديد كان في برضه كثير اقاويل ان في هناك خزان جوفي. ولا يتجدد, مش متجدد. ما انا قصدي هل يعني المياه الجوفيه دي ما نعتمدش عليها خالص ولا نعتمد عليها فتره وخلاص؟ نعتمد عليها طبعا. بس
الناس اللي قعدت عايش ازاي؟ عايش على المجد وكده. انما ما تقدرش تقول ان انا حوالي هناك 4 مليون واحد مش هيلاقوا ميه، وانا اروح هنا عشان ياكلوا مش هتلاقي ارض، مش هتعرف تزرع لهم ما يكفيهم. يعني النهارده لغايه النهارده لما اتعمل مشروع حديد اللوحات البحريه وراح حوالي 400 500 عامل لوحات عشان يطلعوا اللوحات، ما كانتش كفايه ان انا توكلهم، ما عرفوش يوكلوهم، بيجيبوا الميه بيجيبوا الاكل من القاهره. بس عشان تودي 500 راجل 50 بني ادم راحوا، فمالك بالك تودي مليون واحد. طب يا فندم ايه اكتر الاراضي اللي في مصر او اكتر مكان في مصر مليون كيلومتر مربع الصالحه ان هي يبنى فيها مجتمع جديد؟ هشوف اي ارض تتزرع، اي ارض. يعني انت لما تروح اي بلد اوروبيه هتلاقي مثلا المانيا مزروعه من البحر البلطيق لغايه حدود سويسرا كلها وكلها صخور، ربنا يعلم شكلها ايه، صخور جامده انها مزروعه. لو عندك ميه زراعه يا ارض مش مشكله خالص، يعني لو عندك ميه. اي ما تتكلم الناس تتكلم يعني تتكلم كويس قوي، احنا يعني جدعان قوي الكلام يعني. طب يا فندم بالنسبه ان سمعنا في الفترة الأخيرة عن حاجة اسمها البترول الصخري، هل في حاجة؟ البترول الصخري؟ الصخري. البترول الصخري اللي هو البترول بيول في بتاع ترابس، يعني مصايب بخزان جوي، يعني خزان جوي. فهو اللي بيحصل انك انت بعض الـ الصخور زي الطبلة بتبقى مشبعة بالبترول، مشبعة فبياخدوها يعملها سكويزنج، يضغط عليها زي ما تجيب سفنجة كده فيها مية تعصرها كده يروح منزلها البتاع. فده اللي هو البترول الصخري. انما كل البترول موجود زي المايكا وكي، المايكا وكي موجودة في هندير تحت الأرض، البترول نفس الحكاية. طب هل يا فندم الوطن العربي حاليا مرجح انه بعد سنين معينه هتنفذ منه الطاقه؟ يعني قدامك مثلا السعوديه اظن عندها 200-300 سنه. 200-300 سنه؟ يعني اعتقد كده، وهيبقى اكتر لان هم في حتت لسه ما اشتغلوهاش. هل مصر ممكن يكتشف فيها بترول؟ ممكن، بس مش واضح ان مش كتير يعني. واضح ان ما عنديش كميات كبيره في مصر. ده اللي واضح حتى الان؟ نعم حتى الان. طبعا. لكن الاشياء دي ممكن في المستقبل تبان اكتر، يعني ممكن نلاقي مثلا على اعماق اكبر او كده ممكن. كل شيء جايز، انما اللي احنا نعرفه دلوقتي لغايه دلوقتي مش كتير. قد ايه فن التقريبا اللي عندنا مصر دلوقتي؟ احنا بنطلع 400,000 في اليوم. 400,000 برميل؟ برميل عشان تعرف الفرق، السعوديه بتطلع 10 مليون. يعني العراق 4، ليبيا كانت 3 وشوية، الإمارات مش عارفين بتطلع على بعض كده، والشرق والبحرين مش عارفين بيطلعوا على 5 مليار، وقطر والكلام ده 5 مليار، 5 مليار اضرب في 100 جنيه 100 دولار يبقى 500 مليار. السعودية بتاع 10 مليار بتعمل مليار كل يوم الصبح، لأن بتطلع 10 مليون 100 دولار 100 دولار يبقى بتعمل مليار كل يوم الصبح. طب يا فندم بالنسبة لآبار الغاز الطبيعي اللي في البحر المتوسط زي اللي موجودة على الحدود الإقليمية أو الاقتصادية بين بيننا وبين قبرص وكده، حقوق مصر في الآبار دي؟ أعرف أرضك والإمارية بتاعتك مقلودة. موجودة في ميانا الإقليمية والاقتصادية؟ موجودة في ميانا في حدودنا الاقتصادية والإقليمية؟ اللي أنت بتستغله موجود عندك. بتستغله في حدودك. في حدودك. البعيد عندك ممكن تشترك مع اللي جنبك، مع يبقى انا مثلا في حته بعيده عن الحدود الاقليميه ومثلا ناحيه الغرب ناحيه ليبيا والغرب، والحدود دي ممكن اقول ان الميه الحته دي اللي فيها الغاز يشترك فيها احنا وليبيا او احنا واسرائيل او احنا مش عارف وهكذا.